نرجع للنقطة. أصل أنا بقابل ناس كتير مثلا فاهمين، عارف الناس اللي حافظ مش فاهم، إن المطبخ لازم يبقى مودرن دلوقتي، وبعدين مثلا بره يبقوا فرشين ستيل، ده صح ولا غلط؟ لو ما هو لو الزون مقفولة على بعضها مش مشكلة، مش حاجة معيوبة بالنسبة لي. يعني أنا كل لو ممكن أخلي كل اللي هي الزون، معلش نترجم، اللي هو إيه، المطبخ في أوضة مطبخ وليها باب بالزبط لوحده، بالظبط، مش أوبن، مش مفتوح على الريسبشن، بالظبط كده، تمام. مش لازم اعمل كله مودرن ومش لازم اعمل كله كلاسيك، ممكن اعمل كل فراغ ليه شخصيه بتاعته. يعني انا ممكن اقول الريسبشن بتاعي مودرن والتر مودرن كمان، تمام، خطوط صريحه والدنيا زي ما الناس ماشيه دلوقتي، تمام. وممكن اعمل اوضه النوم كلاسيك، صح، نظام كابوتونيه وحاجه خفيفه بالظبط، تمام. نفس هو الوحش احطهم جنب بعض، بالظبط بالظبط، يعني النقله دي بتبقى النقله ما بتبقاش مريحه للعين، بالظبط. طيب نرجع لتوزيع الاضاءه، لان دي حاجه انت برضو قلت، احنا تحت، احنا دايما مثلا موضوع الميديا وكده. انا مثلا في اوضتي انا عايشه على الاباجورات، تمام، انا النجف ده ما بفتحوش غير لما بيجي الضيوف، حتى في الريسبشن لو قاعده في الليفنج في اوضه القعاد وكده بفتح برضو اباجورات. هل ازاي الناس ازاي توزع اضاءه صح؟ تمام، السؤال ده ممتاز جدا. انت قلت ان دايركت يبقى ورانا او حاجه. السؤال ده ممتاز جدا، لان يعني معظم الناس فاهمه ان الاضاءات قطره سبوتات او قطره حاجات زي كده. لا، هي احنا الاضاءه بالنسبه لنا هي توزيع اكوردنج للفرش بتاعي. يعني ما ينفعش احط سبوتات فوق سرير، هحس ان انا نايم متضايق او قاعد متضايق، حتى لو قاعد بتفرج على التلفزيون. ما احطش ابدا اناره فوق التلفزيون، ما هو ده هيعمل تشتيت ضارب في الشاشه وضارب في وشي، هيعمل تشتيت. لكن الاضاءات اللي موجوده زي ممكن زي ما هو موجود مثلا في التصميم هنا كده، المكان مفتوح، اعتمادي على الاضاءه الاندايركت، والسبوتات يمكن ايه واخده بحدد بس الزون بتاعت القعده، اوكي، وزون الحركه. يعني قصدك باندايركت عشان الناس تفهمنا، اللي هي ايه، الاضاءه الغير مباشره اللي هي من ورانا، من ورانا اباجورات، سبوتات صغيره لبيت النور، بيسموها بيت النور. بالظبط بالظبط كده، بيت النور. طب سؤال بقى، في ناس بتحب مثلا تحط نور فوق السرير عشان بتقرا مثلا، تمام، مش الاباجوره اللي جنبها، لا الكده، هل ده بيضايق في حاجه؟ مش بيضايق قوي، بس خلينا نقول ان احنا الاباجوره هي كده كده هي بتعمل عمل الاضاءه ديت. اوكي، يعني هو يعني الافضل والاريح للاعصاب انك تاخد اضاءتك في الحكايه دي من الاباجوره، مش البتاع اللي نازل ده، لان اللي نازل دوت هو كده كده يعني هو وين بيبقى موزك للي جنبه. يعني انا دلوقتي انا هقرا حاجه، اللي جنبي من هذا الذنب ان هي لا انت عارف انا متاثره قوي باللوكندات، عارف دايما في نور. ده انا عايزه اقول لك على حاجه، دلوقتي موجود في المكاتب الكبيره كليبس بتحطيه بيعمل لك لمبه كده على الكتاب.